في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى توسيع وتسريع عملية التطعيم ضد وباء كوفيد-19 وتعزيزاً للمناعة الجماعية، تنظم ولاية تبسة تحت رعاية السيد والي الولاية وبإشراف من مديرية الصحة والسكان لولاية تبسة اليوم الوطني للتلقيح، وذلك يوم السبت الموافق للرابع من سبتمبر 2021، تتواصل إلى غاية 11 منها تحت شعار بالتلقيح تعود الحياة. ندعو المواطنات والمواطنين إلى الإقبال بقوة لتلقي اللقاح عبر كافة المؤسسات الاستشفائية والفضاءات المفتوحة المخصصة للغرض على مستوى مناطق وبلديات إقليم الولاية. التلقيح يقيك من الإصابة بكوفيد-19 أو من الإصابة بمرض خطير. يمنعك من نقل الفيروس للآخرين. يزيد عدد أفراد المجتمع المحصنين من الإصابة مما يبطئ انتشار المرض ويساهم في المناعة الجماعية. قد تكون اللقاحات الواقية من فيروس كورونا أفضل أمل لإنهاء هذه الجائحة. كونوا في الموعد.